فرقنا كلنا. يبدي دوامه بالجرائد الكويتية، يطلع من جريدة يقعد بجريدة وعلاقته قوية. أنا أعتقد يعني يجب أن أكون صادق أولا مع نفسي، والمفروض هذه العبارة ما تستعمل، بس أنا أبيكم كلكم كنواب. هذه الغير دستورية، هذه اللي فيها عدم مساواة، هذه اللي فيها إجحاف، هذه اللي فيها ظلم. تعالوا وانضموا لبرنامج الجوهر.